عفاكم بخصوص الجالية المغربية، مهم أنا منكم عليها كننصح، قلبي تحرق بزاف وقلبي يعني حرقني، يعني تخيل أنا كننصح أي واحد دخل من المغرب من أوروبا، المهم خارج في حاله الواحد من بلاد عايش بر، ما يجيب حتى شي حاجة، ما يجيب حتى شي حاجة من غير حوايجو والمسائل ديالو، المواد الغذائية يعني بصفة عامة كيسيبوها. انا كنهضر من القلب الحادث، انا اختي مجوجه برجل الامن وغارديا سيبيل، قال لي خيلي هنصح الناس اللي عزازين عليك واللي كتعرفهم انهم ما يبقاوش يجيبوا الحاجات، هو بيدو قلبه كيحرقه وما كيبغيش، لان ما كيحيدوا الحاجات من الناس، كاين بعض والله الا قال لي انا بعد منهم كندوز لهم شي حاجات لان كيبقاو فيا، ومع العلم انهم عندهم تعليمات صارمه انهم ما يدوزوا حتى حاجه تضامن. الناس جابوا نوض الحاولي، الناس جابوا الفخاطي، جابوا الكتفه، جابوا الزيوتات، الزيت بعدا ما نقول لكش اليوم غير اليوم شي 60 لتر. احنا قربنا الحدود، انتم ما كتشوفوا الطريق خاويه، كاين شي حاجه تسحم اللي هي في الفيله فين كيطبعوا الباسبورات وهذيك، واحد شويه تسحم. ايوا صافي، ما كتشوفوا اخوتي انا غنرجع، ما عندي ني باسبور ني والو، غنرجع حالي. هنايا شوية الزحام حيت كيطبعو الباسبورات عند النصارى، شتو الموضوع اللي هضرتي لي عليه؟ انا قلت لك شحال هذه يا خي عثمان، وصيتهم كنت انا، قلت في واحد الفيديو قلت كنوصيهم ما يجيبوا حتى شي حاجه معاهم، عندهم الحق في 10 الكيلو كيسيبوا كل شيء. خي عثمان قلت لهم وقلت لك وقلت لهم وعاودت وعاودت خي عثمان، فهمتي؟ كيسيبوا كل شيء، عندهم الحق في 10 الكيلو كتر، لا الناس سبتة ولا الناس الجالية، كل شيء. انا كنقولها ونعاود هاد الهضره هادي، كما كيعقلوا حتى شي واحد اخي عثمان، يا والله يعني اللي بغى يرجع على سبتة يكون عارف بان ما خصو يطلع معاه حتى شي حاجه د الماكله والزيت وديك شي هاديك، فهمتي؟ انا حنا كنت داخل بجوج د الدلاحات ورجعني بهم، ولا قال لي سيبهم بجوج ولا رجعهم بجوج، والله العادي قال لي واحده هذيك ساعة رجعت انا، والله ما بغيت نسيبها، رجعت وعطيتها الديوانيين في المغرب، عاود رجعت ادخل 10 الكيلو. اخي عثمان كاينه، عرفتي شنو هو المشكل اللي كاين؟ المشكل اللي كاين الا جيتي من الديبار فايد ديك 10 الكيلو، الا جيتي من الديبار فايد ديك الكانتيدات ديك الساعه كيسيبوا لك كل شيء. كما سمعتوا خوتي المغاربه، الجاليه المغربيه في كل مكان، سلام الله عليكم وتحيه لجميع متابعي ومشاهدي قناه عثمان برشلونه في كل مكان، ودائما وابدا كما العاده كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال خوتي كما سمعتوا في المقدمه. المهم بزاف ديال الاخوان كيسولوا على الصديق حكيم اللي رجعنا مره اخرى فيديو ونقلنا يعني الاحداث ديال مدينه سبته وعمليه العبور كما غادي تشاهدوا يعني في الفيديو، كذلك هذه السيده اللي الزوج ديال الاخت ديالها كيعمل وارديه سيفيل وكتقول باللي راه كيصيبوا كل شيء اخوتي كما سمعتوا، كيصيبوا كل شيء، يعني مهاجرين المغاربه والجاليه المغربيه اللي كتجوز من سبته في اتجاه اسبانيا، ما كنهضرش على الساكنه ديال مدينه سبته، يعني كيعاملوا بالمثل، يعني الجمارك المغربيه ما كتخليش يعني الناس المقيمين في سبته ما كتخليهمش يدخلوا مثلا السخره من سبته، فقط الجاليه المغربيه اللي ما جا من الدول الاوروبيه منها اسبانيا ايطاليا فرنسا، فالحكومه ديال سبته هاد الناس عندهم اوامر، اي ورديه سيفيليس عندهم اوامر باش حتى هما يصيبوا كل شيء، يعني كل شيء، ملي كنهضر على كل شيء، لقامة الزيت ما كاينش داك المنشور اللي كان هالكيلوس اللي ندخلونه، كيصيبوا كل شيء كما غادي تسمعوا. هاد السيده اللي شاركت معنا اللي الزوج ديال الاخت ديالها ورديه سيفيل واللي شاركت معنا هاد الاوديو وكتوصي يعني ما نخسروش الفلوس ديالنا، فالي لان الناس اللي كتجيب لي قامه الزيت الزيتون، المهم يقول لي شي واحد انا قوس ما صيبوا لي شي، كيبقى كل واحد والحاله ديالو، انا اللي عارف انهم كيصيبوا، بحال الناس اللي كيقول لك ولا وما طلبوش منا البي سي ار، هذا كيبقى الزهر عينا ما نعاودوا هذا الكلام. المهم اخوتي وما على الرسول الا البلاغ، اللهم اني قد بلغت، يعني كيصيبوا للناس كل شيء، اللي ما باغيش يصيبوا له ولا هذا يمشي على طنجه اخوتي، فراه هنا انت والزهر ديالك، فالي سمعوا الاوديو كامل. كذلك شوفوا الاجواء ديال سبته وعمليه العبور مع الصديق والاخ
حكيم اللي كنشكره هو والسيده اللي زودتنا بهذه المعلومات. تهلاو لي فراسكم، بدايه اسبوع موفقه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنساوش اللايكات ديالكم، واللي كيشوفنا لاول مره ما ينساش يشارك في القناه ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا اي جديد. سمعوا الفيديو حتى الاخر. الحليب لا تسال، المسائل دانون الجبن هادي لافاشكير كيجيبو، لافاشكير الناس يعني هي كاينه في اوروبا كيجيبو، يعني انا كنقول ماشي على شي حاجه، يعني كل واحد كيبغي بلادو كيبغي مسائل بلادو، احنا عارفين يعني مجربين هاد الشيء. والاقامه عرفتي شحال كيسيبو الاقامه، المهم الاقامه اللي بزارو المسائل كامله اسبيسيس، يعني شحال كيتسيب ديك الشيء لا يحصى لا يحصى، يعني في الاخير غير كيتحرق الفساد. الفساد الناس كيفزوا مساكن فلوسهم، هل يجوا الغايب والحلوى عرفتي الناس داخلين بالحلوى، الحلوى كامله تسيبت. المهم انا كنهضر من قلب الحاسس وكنهضر هادشي يعني يعني بصدق، ماشي زعما كنهضر من الفارغ. انت سبق نزلتي وسمعين الفيديوهات وكنصح الناس كيما كيسمعوا شي زيت ما حتى شي يفكروا، هي 5 لتر والله ما كيدوزوها، يدوزك شي واحد ظريف بحال دابا الراجل اختي، المهم واحد الانسان مسكين ذو انسانيه يعني طبعا مسلم وهذا وكيبقاو فيه الناس، ولكن مش دامل يعني صعيب هادشي هذا بزاف اللي كيوقع. يعني صعيب ليها. انا زعما بغيت نقول لك عثمان، نصح المشاهدين ديالك اللي كيدخل والله ما حتى شي يجيب شي حاجه، انا كنأكد لكم كلشي كيتسيب في الاخر، الانسان كيمشي كيفسد فلوسه على باطل، يجي في حوايجو يجيب مسائل ديالو العاديه اللي غدا اللي المهم العاديه اللي كدوز، اما المواد الغذائيه ما كدوزش ما كدوزش الا شي واحد عنده الزهر وشي واحد ظري تلاقى مع شي واحد مزيان يعني عنده الانسانيه ودو ضمير يقدر. ولكن دابا المشكله ماشي كيسيون الضمير ولا الانسانيه، المشكله هما عندهم واحد التعليمات، شتي الخفاس الكبار هما اللي عاطيهم واحد التعليمات، يعني اللي كيخدموا تما غوارديا سيبيل ولا بوليسيه ولا ما عندهم حتى زعما صراحه الله ما هما ما عندهم حتى شي ذنب، فهمتي كيمشيو بالتعليمات ديال الخفاس وديال الدوله والى اخره. مهم انا كننصح، وشكرا عثمان ربي يخليك سمحي طولت عليك، الله يعاونك والله يجازيك بخير والله يجعل كل شيء في الميزان الحسنات ديالك. واحد الاشاره عثمان، انا كنهضر دابا حاليا كنهضر على سبته اللي داخلين على سبته وماشي في حالهم من اسبانيا ولا، مهم كل واحد فين شابه طريقه في الحدود الديوانه كنهضر انا فهمتيني، تما كيسيبوا كل شيء للناس، اما على طنجة او قصر او الى اخره ما عندي شي فكرة، انا ما نهضرش من فارغ، انا كنهضر على سبتة، انا راجل دختي خدام هنايا في الحدود سبتة. السلام عليكم عثمان، لاباس؟ مزيان صحة؟ لاباس وليدات؟ لاباس عليهم الحمد لله، متتبعين لاباس عليكم؟ مزيانين كلشي مزيان الحمد لله. غيبت عليكم هاد الايامات حيتاش ما كان حتى شي تغيرات الحمد لله، كلشي كان ماشي مزيان، زحام ما كانش في ديك الايام اللي درت لكم فيديوز ما كان لا يزحمني والو الحمد لله. اليوم 17 شهر 7 جيت ندير واحد الدوره نشوف باركي كيف نوع، دابا الساعه 3 د النهار نشوف واش عامر ولا خاوي، غادي ندخلو تيمبو دي سبيرا 0 مينوتوس يعني ما كاينش هذيك. السلام عليكم خاوي ولا عامره؟ سبتاوي سبتا سي هو دار الاسكير دار سيدي تدك يخرج بوحدهم. صافي شكرا. ثم كتشوفوا الخوت، انا دخلت نباركي هنا عاملين الناس سبته بوحدهم والجاليه المغربيه بوحدها، كتشوف الطوموبيلات الجاليه شحال كاين، 1 2 3 صفوف 3 صفوف سبته. شكرا. هنا الناس سبته كما كتشوفوا لقيت 3 طوموبيلات، انا الثالث، 2 وانا الثالث، عاود الصراحه ما خرجني من المغرب ني حتى شي حاجه. جيت ندير عيد ورامبي لكم شنو كاين هنا في هذا البارك، انتم كتشوفوا الخوت الدنيا خاويه الحمد لله، اللي بغى يجي مرحبا به، يقدر يتعطل بزاف بزاف واحد جوج ساعات يكون خرج يكون خرجنا المغرب. فهمتي انا غادي ننزل واحد الدوره نشوف الباركي خاوي، هادو العمال هاد الطوموبيل هاد العمال لهنايا، يوم نهار شموشات هنايا فرونتيرا هاهي المغرب.
رانتي هاد المغرب راه هي فينيه. الحمد لله باقي الامور كما هي، على داكشي ما كانش الجديد، ما كانش الجديد على داكشي ما درت لكم شي الفيديوز. انتما كتشوفوا الخد الدنيا خاويه، ما كيتعطلوش بزاف كي تلقوا الناس يخرجوا. الحمد لله كنتمنى تكون هايدا حتى في الاول شهر 8، لان انا كنتوقع غيكون شي حاجه تزحم في شهر 8 ان شاء الله. ملي قرب الوقت انا عاد نعمل لكم معاه الفيديوز ونشوفوا واش كاين شي زحام ولا لا. غالبا غالبا غيكون الزحام بزاف واحد شهر 8 وجوج وثلاثة، يعني في الاسبوع الاول شهر 8 غيكون شويه الزحام. الحق الحمد لله هم بداو يتحركوا كيمشيو كيسربيو، ماشي بحال ايام الاولية ديال شهر 7 كانت الامور صعيبه بزاف، كاع الناس جوزت هنايا تقريبا 24 ساعه في هذا الباركي، وهذا الباركي كان عامر ما فيه حتى شي بلاصه خاويه، وكانوا الناس كيبقاو واقفين حتى مع الطريق، مع الطريق كانوا كيبقاو واقفين ويستناو حتى يخوى الباركي باش يدخلوه من الباركي. انتوما كتشوفوا الخط الماشين كيتحركوا، وانتوما كتشوفوا. وحتى في الرجع دابا في الرجع كنتوقع غيكون شويه الزحام كثر، لان دابا على حساب التجربه اللي جربت دابا في الخروج كيسربي، وبالحق في الدخول كيعطلوا بزاف في الدخول، طابع كيتعطلوا فيه، الفتاش كيتعطلوا فيه، الورقه خضراء باش يحيدها لك ديك الورقه الديوان الطوموبيل كيتعطلوا فيها. مهم ما عندي ما نقول لك، ما عندي ما نقول لكم كاملين. كنتمنى من الله يديروا في الدخول بحال اللي داروا في الخروج، يعني يسربي وفكوا الامور، ان احنا مجربين كنجيو نخرجوا كنتعطلوا ساعه ونص ساعه المكانه حتى جوج سوايع، بالحق في الدخول كنتعطلوا كثار، وبقى الدنيا خاويه، باقي الناس ما رجعوش ما والو. دابا في الاول 7 الناس تكون جيت باكاسيونيست، شهر 7 يبداو راجعين، وشهر 8 يبداو ماجين، تما كنتوقع انا يقدر يكون شي حاجه ديال الزحام. ان شاء الله ملي نوصلوا من هنا تما عادي عاون ندير لكم شي فيديو ان شاء الله. المهم انا هنايا كنستنى يطلقونا، هادي يلاه شي 3 دقائق باش دخلت من هنا الباركي، وكنتمنى ان شاء الله يطلقوا دغيا عاون ندير لكم عاود واحد الفيديو نقول لكم راه طلقونا ان شاء الله. هنا ما نتعطلوش بزاف، عي يوقفوا ديك الفيله عي طلقونا هاد الفيله هادي. وشكرا الخوت، خليتكم بخير وعلى خير، وعطله عطله اللي ما جي في العطله هادي شهر 8 الله يجيبو على خير، واللي راجع بحالو الله يوصلو على خير. شكرا لكم بزاف. انا عملت هاد الفيديو شي الاخوان كيبقاو يسقسيونا على المعبر الحدودي ديال باب سبتة، عاود نذكركم فيه عاود ان شاء الله. تهلاو فراسكم الخوت، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم معنا.